بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات حسن خطك العجيب مع أحمد غريب في خط الثلث. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حرف الراء في خط الثلث. أول حاجة نبدأ بالراء المفردة. والراء المفردة في خط الثلث ليها ثلاث أشكال. نشوف مع بعض الشكل الأول. هتيجي هنا من على السطر، هتعمل قوس او دوران بالشكل ده كده، وبعدين تنزل مايل تحت السطر وتلف بدوران وتطلع لأعلى بالمنظر ده. هنلاقي هنا ان الجزء الاولاني ده بيكون مقاسه نقطتين، والجزء ده بيكون 4 نقاط، وبعد كده تلف وتطلع لفوق. هنا هتلاحظ ان الراء كلها بتكون 6 نقاط، وهنا التجوف ده بيكون عمقه نقطة، وارتفاع الراء بيكون نقطتين، اللي هو النزول بالراء. طيب دي كده الراء الشكل الاول. في شكل تاني للراء، بتعمل الزلف وبعد كده تنزل بخط مايل، وبعدين تنزل كده برضو بخط مايل وتلف وتطلع بدوران لأعلى. تمام، ده شكل تاني لحرف الراء. هنلاحظ هنا بقى الجزء ده بيكون تقريبا 3 نقاط، والجزء التاني ده بيكون 4 نقاط، وتلف وتطلع لفوق. وهنا بيكون المقدار هنا نقطتين، نزول الراء بيكون نقطتين. طيب نشوف الشكل الثالث، نفس بداية الشكل الثاني بالظبط. تعمل هنا الزلف وخط مايل بالشكل ده، وبعدين تخلي الجزء ده كده مايل ويكون طويل، وهنا ما بيكونش فيه دوران، بيكون خط مستقيم زي ما انت شايف كده. طيب مقاس الشكل ده بيكون برضو هنا 3 نقاط، والجزء ده بيكون طوله 6 نقاط. وبرضو هنا بتكون نقطتين. طيب كده 3 أشكال لحرف الراء المفرد. الشكل الأول ده اسمه راء مدغم، الشكل الثاني راء مجموع، الشكل الثالث راء مرسل. نكتبهم تاني. ادي الراء اهي، الشكل الأول تنزل بدوران وتطلع لفوق، وهنا الراء المجموع برضو بتنزل وتطلع تلفها لفوق. الراء المرسل بتنزل وتسيبها بقى مفرودة بالشكل ده. ده كده 3 أشكال لحرف الراء. نيجي نشوف بقى مع بعض الراء المتصلة بنكتبها ازاي في خط الثلث. هنيجي هنا من اول السطر وننزل ونطلع بدوران لأعلى، وبرضو هنا هتعمل الشرطة كده لفوق او سنة لفوق وتنزل وتلفها لأعلى بدوران، وهنا سنة كده وتنزل وتخلي الراء مفرودة بالشكل ده، اللي هي الراء المرسلة. وفيه بقى شكل رابع، ما تعملش ليها سنة خالص، بتنزل كده وتخليها برضو ايه مرسلة. طبعا الحرف اللي هيجي هنا قبل الراء بيجي من الجزء ده، بيتصل بيها من الجزء ده. نشوف مع بعض أمثلة. أول حاجة نشوف اتصال الحروف مع الراء المدغم. يبقى هنا هنكتب ايه؟ تأتي قبلها جميع الحروف. أي حرف يخطر على بالك هيجي مع الأشكال دي من حرف الراء. نيجي نشوف الباء مع الراء. تعمل الباء كده قنطرة وتعمل الراء بالشكل ده، اللي الجزء الاحمر ده بداية حرف الراء. تمام، يعني محدش يقول ان دي راء،
لا الباء لما تيجي قبل الراء لازم تعملها قنطرة بالشكل ده، تمام، بس مع الراء المدغم. هنا حرف الجيم أو الحاء تعملها كده، البداية الأحمر ده كده حرف الراء، حرف السين أهو تعمل السين التالتة، شايف قنطرة، وبعد كده تنزل بالراء تحت السطر، حرف الصاد أدي الصاد أهي، والسن أهي سن الصاد قنطرة، وتنزل بالراء تحت السطر. كل ده في الشكل الأول لحرف الراء المدغم. هنا العين برضو أهي بتهيأ للنزول وتنزل بالراء تحت السطر، وحرف الفاء أو القاف. طبعا أنا مش هكتب كل الحروف، يعني معظم الحروف، يعني إن كل الحروف بتيجي مع الراء عادي جدا. مثلا حرف الكاف، أدي الكاف أهي بتهيأ للنزول، شايف، وتنزل بحرف الراء. وبرضو هنا معانا حرف الميم، ادي الميم وبتنزل بالراء. طيب هنلاحظ هنا ان اي سن يأتي قبل الراء المدغم يكتب قنطرة، ما تعملش سنة صريحة قبل الراء المدغم. نشوف مع بعض بقى الشكل التاني من الراء، وهي الراء المجموع. بتعمل كده مثلا الباء لو جت قبلها تعمل سنة الراء عادية جدا، وتكتب الراء وتلفها لفوق. في شكل تاني بقى للباء، تعمل الشكل ده باء أو تاء أو ساء، وبعدين تعمل سنة الراء وتنزل وتلف الراء لفوق. طيب مع الجيم او الحاء او الخاء ما تقفلش الجيم بقى، تخليها كده مفتوحة وتنزل بالراء المجموع. طيب نشوف تاني حرف، طبعا مش هنكتب كل الحروف، هنكتب بعض الحروف لحد ما السطر ياخد معانا. هنا حرف العين مع الراء، برضو الراء اهي عادية خالص مفيهاش اي صعوبة، وحرف الفاء او القاف، وبرضو تطلع كده بسنة الراء وتنزل وتلفها لفوق. كاف وتعمل الراء بعدها، حرف اللام مع الراء، هنا حرف الميم وتعمل سنة الراء وتنزل بالراء تحت السطر وتلفها لأعلى. طبعا بتكتب الحروف عادية جدا وتحط الراء بعدها ما فيهاش اي صعوبة. هنا بقى حرف الهاء، تطلع وتلف الهاء بالشكل ده، وادي حرف الراء، طيب نشوف بقى الشكل التالت اللي هو الراء المرسل التالت والرابع. بتعمل سنة الباء كده، وهنا الراء بتكون مفرودة كده مرسلة مش مجموعة بقى مش بتلفها لفوق. هنا الجيم وترفع سنة الراء كده وتنزل وتخلي الراء مرسلة مع السين اهو. بص بقى هنا تكسر سنة السين مع الراء، شايف عملناها ازاي؟ بتعمل شرطة كده وما تعملش سنة بقى للراء، بتخليها كلها من تحت بالمنظر ده. وهنا برضو مع الصاد ترفع سنة الصاد وتعمل الشرطة المايلة اهي، وتيجي هنا ما تعملش سنة للراء، تخليها من تحت كده وتعمل الراء المرسلة. هنا مع حرف العين برضه نفس الكلام، هتخلي الشرطة كده مايلة، شايف عملناها ازاي؟ والراء تيجي من تحتها بالمنظر ده، راء مرسلة برضه. وهنا مع حرف الفاء او حرف القاف تعمل بقى سنة وبعدين تعمل الراء المرسلة. على فكرة ممكن تعمل الشكل ده او الشكل ده براحتك، يعني
تمام. هي كل الحروف بتيجي مع جميع أشكال حرف الراء عادي جدا. أظن الدرس النهاردة سهل وبسيط، مفهوش كلام كتير. هنا الكاف مع الراء، وهنا حرف الميم. بص بتكسر الشرطة ازاي، وبعدين الراء من غير سنة وتنزل تخليها مرسلة. حرف الهاء ترفع سنة الراء لفوق وبعد تنزل وتمد شرطة كده لتحت. بسرعة بقى، هات ورقة وقلم وتدرب معايا كده على حرف في الراء في بداية ووسط ونهاية الكلمة بجميع أشكاله. هنا مثلا كلمة رجب، الراء في بداية الكلمة راء مرسلة، وهنا عمر الراء في نهاية الكلمة راء مدغم مع الميم، شايف عاملة ازاي. وهنا في بداية الكلمة رمان، راء مجموع. وأهم حاجة التشكيل، ما تنساش التشكيل في خط الثلث. وهنا كلمة ظهور، ادي حرف الزاي في بداية الكلمة مجموع، وفي آخر الكلمة الراء مرسل. وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة عن حرف الراء في خط الثلث. يا رب أكون قدرت أوصل المعلومة صح، ولو في أي سؤال أو أي حاجة مش عارفها ممكن تكتب لي في التعليقات، وبإذن الله أتواصل معاك. كان معكم أحمد غريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.